السؤال الثاني الذي تسأل عنه في قبرك. تسأل عن الدين، ما دينك؟ تقول الإسلام ديني، أنا مسلم. ما هو الإسلام؟ هو أن تسلم، أن تفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. المسلم لابد أن يطيع الله ولا يعصي الله سبحانه وتعالى. كل مسلم تنلاي جامبي تروتا إبادت تجمبو الله سبحانه وتعالى. المسلم لابد يتميز عن الكفار، لا يشاركهم في أعيادهم واحتفالاتهم. بكل إسلام كروب روب تروتا ينغ تا ينغ باين جاي أدك أمبي ندال مشرك ريكو كافير تنلاي ينغ من آجو روم جي موي بوكي نو بنتين ويب سيم سين دل تأتون نن إبادت ربح بوكي لاي. نعم، الدين الإسلامي ثلاث مراتب، ثلاث درجات. ساسنا إسلام كمين بي لمدب. المرتبة الأولى الإسلام. لمدب تي موي كإسلام. المرتبة الثانية الإيمان. لمدب تي بي كإيمان. المرتبة الثالثة الإحسان. لمدب تي بي كأجمدا إحسان. أركان الإسلام خمسة. ركن إسلام من برام. أركان الإيمان ستة. ركن إسلام إيمان كمين برموي. أركان الإحسان، الإحسان ركن واحد. ركن إحسان كمين موي.